مجلس دا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، میں استدعا کروں گا جناب حاجی سعید صاحب اگے کیوں آ کے تلاوت قرآن پاک تو مجلس دا آغاز فرمان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعل محمد وعجل فرجہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا، یا رب بحق زہرا بنور زہرا بشرف زہرا بعزت زہرا بعصمت زہرا، اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانتا قدیم الاحسان ان تصلی علی محمد وعلى محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد دشمن تے لعنت، صلوات اللہ علی الحسین و